كله يوم جديد وحلقة جديدة من المهرجان من مدينة العالمين. مدينة العالمين الساحرة، حالة كده من الزخم والرواج الكبيرة قوي اللي حققها مهرجان العالمين اللي لسه مستمرة لحد دلوقتي، ومستمرين احنا كمان مع حضراتكم في تغطية فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. لسه بنرصد لحضراتكم فصول مسلسل الإبداع والإبهار، لسه الحدث الفني والثقافي الأبرز في الشرق الأوسط لسه مستمر. وقبل أي حاجة خلوني أقول لأسماء مساء الفل عليك يا أسماء. مساء الخير يا هيثم، مساء الخير على حضراتكم. يوم جديد وحلقة جديدة من فعاليات المهرجان. إحنا أمام أجمل الوجهات السياحية مش بس في العالم، لا يعني في العالم كله، وخصوصا طبعا بالتأكيد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مدينة العالمين الساحرة. أجواء مليئة بالبهجة بالسعادة، مفاجآت كتيرة من مهرجان العالمين. كل يوم بنكون مع حضراتكم مفاجآت كتيرة، الكتير من الفعاليات، سواء كنا بنتكلم بقى على فعاليات ثقافية فنية رياضية، كل الفعاليات اللي بتخاطب كل فئات المجتمع، بتخاطب كل الجنسيات، مش بنتكلم بس على المصريين فقط ولا على العرب، لكن كمان كل الجنسيات من جميع أنحاء العالم. النهاردة هذه الفعاليات هنقدر نتكلم على واحدة من أهم الفعاليات القادمة. طبعا في العديد من الحفلات اللي لاقت نجاح كبير جدا وكان لها صدى واسع جدا، لكن النهاردة هنتكلم عن فعالية مهمة جدا جدا، الميجا ستار عمرو دياب، مش كده برضو يا هيثم؟ صحيح يا أسماء، وطبعا أكيد كل المتابعين كل المشاهدين اللي بيشوفونا شبه يوميا في برنامج المهرجان خلاص اتعرفوا علينا وعرفوا إحنا بنعمل إيه. كل حلقاتنا وكل سهراتنا بتكون خاصة جدا، بنتعرف فيها على كل الأحداث والفعاليات اللي بتحصل في أرض العالمين. تعالوا نشوف ونتابع إيه أخبار الفعاليات وتفاصيل مهرجان العالم عالمين مدينة العالمين الجديدة في دورته الثانية. خليكم معانا. النهارده بتطلق النسخة الثانية من مهرجان العالمين. أكثر من 35 فعالية ترفيهية تناسب كل أفراد العائلة. مع شباب الجامعات المصرية في الأفواج المتتالية اللي هتبقى طول الصيف. وزارة الشباب والرياضة جزء جزء أصيل من مهرجان العالم. يوم جميل يا سهر والله، ونجوم مصر كلها هنا. مثلي على الحبايب الحاضر واللي غايب، القعده الليله حلوه والسكر فيها دايب. هي مباراه ترفيهيه طبعا، الناس الاساطير الناس اللي هي كلها من احنا بنقعد معاهم دول موجودين كلهم هنا.
اللي بتميز هنا خصوصية بصراحة. أكثر حاجة اتبسطت فيها الألعاب والمكان كان هادي. إنك تركب أتوبيس نظيف ومكيف ومجاني دي أحلى حاجة في الدنيا. شباب الكلاسيكو ضد أساطير الكرة على ملعب واحد ملعب العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية. مناسبة مهمة جدا وهي إطلاق النسخة الثانية من مبادرة 100 مليون صحة. لما بنسافر دايما بنجد انه كتير جدا بيسألونا احنا نفسنا نروح العالمين نفسنا نشوف الساحل الشمالي. إنها ليها شوية ذكريات جميلة معايا الصراحة. أول مرة الحدث ده يحصل لذو الهمم اللي احنا نجيب ذو الهمم ونلعبهم في على شواطئ البحر. الميكس ما بين الرياضة والفن. فعاليات ومهرجان ونجاح كبير جدا جدا حققه مهرجان العالمين الجديدة في النسخة الثانية. المهرجان الأكبر والأبرز والأهم في الشرق الأوسط بيقدم فعاليات متنوعة مختلفة ما بين رياضية فنية ثقافية، وطبعا مع حضراتكم من خلال شاشة دي ام سي دايما بنكون موجودين في قلب الحدث. شرميندا الحقيقة منتشرة في كل مكان في العالمين الجديدة، عشان تحكي لنا ايه اللي بيحصل عندها. شرميندا مساء الخير، ايه اللي بيحصل عندك؟ مساء الخير عليك يا اسماء، ومساء الخير على مشاهدي دي ام سي في كل مكان. لسه مستمره مع حضراتكم في متابعه فعاليات مهرجان العالمين الجديده 2024 في نسخته الثانيه على التوالي. وخليني اقول لك يا اسماء قبل ما ناخد جوله سريعه عن اهم الفعاليات وابرزها اللي هتكون موجوده معانا خلال الاسبوع الرابع نهايته وبدايه الاسبوع الخامس، خليني اقول لك ان احنا النهارده على ارض اليوم 26 من فعاليات المهرجان اللي كل يوم في جديد وكل لحظه عندنا تنوع واختلاف، سواء من فعاليات رياضيه فنيه ترفيهيه ثقافيه وحتى حفلات الويك اند. لكن خليني اقول لك اجواء الحماس والطاقه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي في لحظه بلحظه بنقلها لكم على الهواء مباشره على دي ام سي من خلال المنطقه الترفيهيه او منطقه الالعاب زي ما بيقولوا عليها هنا في رواد مدينه العالمين. احنا موجودين دلوقتي ورايا الشاشه زي ما انتم شايفين اقبال شديد جدا على شاشات عرض المباريات اللي اطرحتها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه لكل رواد المهرجان ومدينه العالمين الجديده ومناطق الساحل الشمالي المجاوره عشان يجوا يتفرجوا على مباريات اولمبياد 2024 باريس من داخل المنطقه الترفيهيه بالمجان. عايز اقول لك في اقبال شديد جدا، حماس جدا، واحنا كمان مبسوطين قوي انه بالصدفه احنا معاكم على هواء مباشره ومنتخبنا المصري بيلعب، وطبعا بنتمنى له الفوز. وبما اني بقالي 26 يوم في مدينه العالمين فبقيت متحيزه للمدينه، الاجواء هنا ساحره جدا، وطبعا تشجيع المنتخب المصري من داخل مدينه العالمين ومن داخل فعاليات المهرجان ورايا اكتر من روعه. يعني نفسي انقل لك الاحساس، بس الصراحه هنا الدنيا حماس جدا جدا فوق ما تتخيله. اما بقى عن جولتنا السريعه عن اهم الفعاليات اللي موجوده معانا خلال الاسبوع الرابع في نهايته بدايه الاسبوع الخامس، صراحه عندنا عدد كبير جدا من الاجنده الثريه وفعاليات كتير. خليني اقولها لك بالترتيب، احنا عندنا في البدايه سهرات الفنيه المسرحيه اللي هتبدا معانا مسرحيه السندباد للنجم كريم عبد العزيز والنجمه ليلي كريم، والصراحه انا متحمسين جدا ان احنا نشوفهم هما الاثنين على خشبه مسرح اليوث ياتر البنيه خصيصا
لمهرجان العالمين بداية من النسخة الأولى ومستمر معانا حتى النسخة الثانية. كمان عايز أقول لك إن إحنا بداية من يوم الخميس يبقى معانا أهم حدث رياضي وترفيهي وهو الموتور ويك، الأسبوع سباق السيارات اللي هيبقى موجود في كل أنحاء وشوارع مدينة العالمين. الصراحة مستمتعين جدا ومتحمسين نعرف إزاي السباق هيبقى موجود في شوارع العالمين، هيمشي إزاي، بنظام إزاي، وإزاي الناس هتقدر تشترك فيه طبعا بالمجان، ونبقى إزاي مشاركين فيه ونتفرج عليه، وأكيد طبعا هنتفرج على شوارع العالمين من خلاله بشكل مختلف. وطبعا زي ما انتي ما قلتي منتظرين اهم واقوى حفله الميجا ستار الهضبه عمرو دياب اللي هيكون معانا على مسرح اليو ارينا، والحفله بالتعاون من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وموسم الرياض الهيئه العامه للترفيه السعوديه. والصراحه الناس كلها متحمسه جدا. انا عايزه اقول لك انه من امبارح بدا عندنا زحام مروري بسبب حفله عمرو دياب، والناس كلها بدات تيجي مش مستنيه الويك اند، لان عمرو دياب زي ما بنقول هو مش فنان لجيل معين، هو فنان لكل الاجيال. خليني اقول لك ان احنا عندنا فعاليات كتير جدا، متحمسين جدا، وعندنا اسبوع حافل جدا، ولكن ده اهم وابرز الفعاليات اللي هتبقى موجوده عندنا في مختلف واهم وابرز الاماكن اللي موجوده في مدينه العالمين، واللي انصح الناس ان هم يلحقوا يجوا يشوفوا. ادينا قلنا الفعاليات من بدري اهو عشان الناس تلحق تيجي تتفرج على الفعاليات اللي موجوده معانا بدايه من النهارده واستمرارا لحد يوم السبت اللي جاي. يعني الحقيقة الحماسة وصلت لنا، شكرا طبعا شرمندة الدسوقي زميلتنا من العالمين، وصلت لنا كل المعلومات بالتفصيل وكمان حتى بالتأكيد الحماسة والفرحة وأجواء المهرجان. أعتقد أنها وصلت لنا بشكل بسيط جدا جدا جدا، لكن في نفس الوقت شجعت كتير أكيد من حضراتكم أن احنا نروح، وإن شاء الله في الويك أند تكونوا موجودين. وطبعا بالتأكيد برضو لازم نتمنى الفوز للمنتخب إن شاء الله يا رب. يعني هم عاملين لغاية دلوقتي الحقيقة أداء رجولي كبير جدا جدا جدا، إن شاء الله إن شاء الله يتوج النهاردة ونوصل للنهائي يا رب. عايزين ندعي كلنا إن شاء الله يكون وشنا عليهم حلو. نروح لفاصل ونرجع كمل معاك. العديد من الفعاليات الهامة الحقيقة بتحصل كل يوم على أرض مدينة العالمين الجديدة من خلال مهرجان العالمين في الدورة الثانية. النهاردة وزير المالية أكد في المؤتمر الصحفي وكان معاه الأستاذ عمرو الفي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة أن صفقة رأس الحكمة هي أكبر شراكة استثمارية في تاريخ مصر، ودي لخدمة المصريين والتنمية. وأعلن كمان الوزير عن بدء الشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في العديد من ملفات التنموية وبرامج استثمارية متنوعة لخدمة المصريين. وكمان قال أن تم تنظيم أكبر برامج للحماية الاجتماعية، وكان من أهم نتائجها خلق فرص عمل في المجتمع المصري، وده اللي بالتأكيد بنستهدفه في الوقت الحالي بعد التكليفات الحكومية. كمان الوزير قال ان ملفات التنميه والاستثمار ودعم نجاح القطاع الخاص بتيجي في مقدمه اولويات الوزاره لتحقيق الحمايه الاجتماعيه الحقيقيه لكل المصريين. وفيما يتعلق بالمراجعه الثالثه من صندوق النقد الدولي، قال كمان وزير الماليه انها تمت بنجاح، وده بعد ابراز المجهودات اللي عملتها الدوله المصريه في جميع الملفات مما ينعكس على المصالح المصريه الاقتصاديه الكبرى. كمان الوزير اشار بوجود شراكة مع الجانب التركي، وقال إن ده له أهمية استراتيجية كبيرة، وجاري التنسيق مع عدد من الزيارات أو من خلال عدد من الزيارات حول الاستثمارات المتبادلة بين الجانب المصري والجانب التركي، وده لتحقيق.
المؤتمر الصحفي وشايفين الجولة في مدينة العلمين، وبالتأكيد كمان شايفين التغير الكبير الحادث في هذه المدينة. يعني أرجع كده 4-5 سنين احنا بنتكلم في هذه المنطقة كانت عبارة عن صحراء، كانت عبارة عن أكبر حقل الغام يمكن في العالم، لكن دلوقتي شايفين مدينة ترفيهية متكاملة، ومش ترفيهية فقط لكن لا، دي مدينة متكاملة الخدمات، سواء كنا بنتكلم في خدمات تعليمية موجودة دلوقتي، خدمات صحية موجودة في مدينة العلمين الجديدة. وبالتأكيد من خلال المؤتمر الصحفي كان في العديد من الأسئلة تم توجيهها لسيادة الوزير، وكان لها طبعا العديد من الإجابات، وإحنا دايما بنبقى موجودين في قلب الحدث شاشة دي ام سي، ومن خلال مراسلينا كمان كان لهم بعض الأسئلة، وبالتأكيد هنستمع للإجابات. مراسلتنا شرمندا الدسوقي وخلود الرفاعي نشوف أسئلتهم ونستمع أيضا للإجابات. علي الوزير، استاذ عمرو الفقي، بنرحب بحضراتكم. وفي الحقيقه في البدايه احنا دايما بنكون سعداء باتاحتنا الفرصه للنقاش مع حضراتكم من داخل مدينه العلمين. سؤالي لمعالي الوزير، ايه هي الفرص الاستثماريه في مصر والسياسات المحفزه لدور القطاع الخاص سواء المحلي منها او الاجنبي في الاقتصاد المصري في مصر بشكل عام، وتحديدا في استغلال مدينه العلمين وفرصه وجود مهرجان العلمين والشراكه بين الشركه المتحده والخدمات العالميه؟ أنا متصور إنه لو رجعنا كده بس بهدوء نفكر في مدينة العلمين، هي جزء مهم جدا من هذا الإقليم اللي هو امتداد الإسكندرية وممتد معانا لآخر الساحل الشمالي. فالساحل الشمالي ده مكان متميز جدا، إحنا كمصريين بنستمتع بيه بقالنا سنوات طويلة. إنما الفكرة دلوقتي إزاي نخليه ديستنيشن، إزاي نخليه مكان حقيقي جاذب عالمياً إقليمياً للسياحة. اللي إحنا شايفينه النهارده ده جزء من هذه من الخطة دي، جزء مهم، جزء إن إحنا نشوف حجم الفنادق دي، ونشوف إن حجم الفرص المتاحة هنا، الجذب الموجود، الخدمات الترفيهية، في الآخر كلها بتخدم المصريين وبتخدم كمان كل السادة الأفاضل اللي بيزورونا في الصيف، ونتمنى تكون الزيارة ممتدة لبعد الصيف. وعشان كده اتعملت المدينة، ان يبقى في مدينة ليها شبه الاستمرارية وتبقى دائمة وتقدر تجذب عدد من المواطنين يسكنوا فيها ويبقى في تواجد دائم، وبالتالي يبقى في سياحة ممتدة حتى خارج الشهور التقليدية. فالحقيقه ده جزء مهم ان يتعمل حاجه. لكن احنا مش عايزين ننسى برضو ان احنا في استثمارات كبيره قوي اعلنت مؤخرا في المكان ده. احنا صفقه راس الحكمه اكبر صفقه في تاريخ مصر للاستثمار، ان احنا يبقى عندنا صفقه بهذا الحجم ويبقى في شراكه بهذا الحجم. وبعديها سمعنا عن صفقات كتيره قوي من القطاع الخاص اعلنها مؤخرا على امتداد الساحل الشمالي، فده كله يمكن كان سهل وجود مدينه زي مدينه العلمين. بقت موجوده، الدوله بتقول بقى ده اولويه، المكان ده له اولويه، احنا بنحط فيه استثمارات، احنا خدنا الخطوه الاولى واستثمرنا، وبالتالي المستثمر الخاص والاجنبي او المحلي بقى شايف ان في خطوه قامت بيها الدوله، وبالتاكيد ده ساعد وسهل المساله. لكن لسه احنا في بدايه المشوار، يعني احنا عايزين ان شاء الله كده نحلم ان احنا نيجي هنا بعد سنوات ونلاقي ملايين من السائحين موجودين هنا بشكل منتظم، سواء بيجوا بشكل يعني موسمي او حتى اللي عندهم استثمار هنا او عقار هنا او بيجي بشكل دائم هو واسرته. فالمكان هنا بدايه لهذا الحلم ان شاء الله. وزير برحب بحضرتك، استاذ عمرو برحب بحضرتك، انا خلود الرفاعي مراسل قناه دي ام سي. في احدى تصريحاتك مؤخرا معاليك ذكرت انه مجلس اداره صندوق النقل الدولي وافق على المراجعه الثالثه لبرنامج الاصلاح الاقتصادي. ماذا عن اهم النقاط اللي هيتم التركيز عليها خلال الفتره اللي جايه من جانب حضراتكم؟ واسمح لي اوجه سؤال لاستاذ عمرو، تواجد الوزارات في هذا الوقت تحديدا من مدينه العلمين الجديده وتحويل منصه مدينه العلمين الجديده من مدينه ترفيهيه أو منصة ترفيهية وتنموية أيضا، ماذا يعطي للعالم من رسائل؟ شكرا. يعني صندوق النقد، الحمد لله صندوق النقد مؤسسة شريك معانا بقاله فترة، والحقيقة شريك مهم دوليا وشريك محايد. أهميته أنه كمان العالم كله بيرى أنه هو
يعني مؤسسة تقييمها له صدى جيد عند المستثمر، عند المؤسسات الدولية والشركات الدولية. فالحمد لله ان احنا المراجعة الثالثة تمت بنجاح، وكان في إشادة كبيرة في مجلس إدارة بالبرنامج وثيره. تركيزنا زي ما قلت نفس الأولويات اللي قلتها تقريبا، احنا هنعكسها في المراجعات القادمة. مهم قوي قوي ان احنا نرى يعني الاقتصاد المصري بيحقق معدلات نمو وتنمية أعلى. مهم قوي ان احنا نبقى عندنا تاني ثقة كبيرة ما بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ومصالحنا. دي كلها أولويات الإصلاح الفترة القادمة، فتفاصيلها بقى هتتعكس في المراجعات القادمة. إنما بشكل عام الحمد لله إن احنا يعني قطعنا شوط جيد في هذا البرنامج. البرنامج دوت برنامج وطني، سعداء إن شركاء دوليين. على فكرة مش بس الصندوق، احنا النهاردة عندنا مجموعة من الشركاء، مهم إن احنا ما نغفلهمش. احنا عندنا برنامج ممتد مع صندوق النقد الدولي، عندنا برنامج ممتد مع الاتحاد الأوروبي، أكبر برنامج الاتحاد الأوروبي يعمله كشراكة مع دولة خارج الاتحاد الأوروبي كانت مع مصر وشريك مهم. عندنا شراكة كبيرة مع البنك الدولي ممتدة لمدة 3 سنوات. عندنا زميلتي العزيزة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بتشرف على حزمة كبيرة جدا من المساعدات والبرامج مع كل الأطراف. فكل ده بيرجع لنا بفوائد كتير قوي من تنوع. على فكرة حتى المستثمر الدولي بيبقى مهتم جدا بهذه الشراكات، بتحديدا تمويل ميسر وطويل المدى. فيعني هي شراكات بتحقق لنا اهداف كبيره قوي مباشره وغير مباشره. اهمها ان يبقى في قدر من الزخم من الاهتمام من المستثمرين على الاستثمار في مصر. شكرا طبعا لزميلاتنا الاعزاء والعزيزات اللي طبعا عاملين مجهود رائع، شرمنده الدسوقي وخلود الرفاعي عاملين مجهود رائع من خلال تواجدهم ليلا ونهارا الحقيقه في كل تفاصيل المهرجان. وطبعا من اهم النقاط اللي توقفنا مع حضراتكم من خلال المؤتمر الصحفي اهميه ان احنا نبقى على درايه كامله والرسائل اللي بتوصل للعالم كله ان مدينه العلمين الجديده ومهرجان العلمين ليس فقط مدينه ترفيهيه ليس فقط مهرجان ترفيهي، لكن مشروع تنموي قومي متكامل. احنا بنبعت رسالة للخارج وللداخل بالتأكيد، سواء كان مستثمرين، سواء كان ان احنا كمان بيبقى في فرص عمل كبيرة جدا جدا، وان هذه المدينة يا جماعة بتخاطب كل الفئات، بتخاطب كل الطبقات. مش بنتكلم على طبقة بعينها، لا بالتأكيد فيها كل الطبقات، كل الفئات، كل الشرائح العمرية من خلال برضو هذا المهرجان. فمهرجان مهم جدا جدا، مدينة من أجمل المدن مش فقط على ساحل البحر المتوسط لكن في العالم كله. إحنا عندنا مشروع متكامل من خلال هذه المدينة ومن خلال هذا المهرجان. فاصل ونرجع. أنا مرة تانية في المهرجان، لسه مكملين معاكم تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة. عايزين نتكلم في الفقرة دي على حجم التعاون الكبير اللي حاصل ما بين وزارة التعليم العالي والشركة المتحدة في إنجاح هذا المهرجان. فعاليات وزارة التعليم العالي لسه مستمرة معانا، وخلونا نتعرف عليها أكتر من ضيفنا الكريم اللي برحب بيه، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية. دكتور كريم أهلا بيك معانا، منورنا ومشرفنا. نورك أستاذ هيثم ونور كل الناس بتفرج علينا. احنا في الاول عايزين نجمل نشاطات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال هذا الاسبوع. تقابلنا مع بعض الاسبوع اللي فات، تشرفت بلقاء حضرتك وكان لقاء ممتع جدا. عايزين نلخص بقى من اخر مرة قابلت حضرتك فيها وكنت ضيف معانا على شاشتنا خلال هذا الاسبوع الماضي، ايه اللي حصل؟ مين الجامعات اللي جات؟ عملوا ايه؟ ادينا تلخيص سريع كده كاننا موجودين معاكم في كل لحظة. نعم. في وزارة البحث العلمي والتعليم العالي والبحث العلمي. نعم. في كل تفاصيلها وانشطتها. انتوا بالفعل فعلا موجودين معانا على طول، سواء هنا في النورس سكوير في العالمين الجميله او على الممشى السياحي هناك مع الطلبه بتوعنا. اسمح لي كمان انا عايز اهني الشركه المتحده على حاجه، دلوقتي ولادنا وهم موجودين في كل الانشطه على الممشى او حتى على الشط اللي انتوا عملتوه مخصوص لطلاب الجامعات.
قد ايه لما بتروحوا وتسجلوا معاهم وتهتموا وهم بيبدعوا في ايه وبيشاركوا في ايه، والطالب ده كلية ايه وجامعة ايه، الطالب بيحس بتقدير جدا ويحس فعلا ان الفن اللي هو بيعمله سواء بيعمل اعمال يدوية وبيرسم لوحة زيتية تصوير زيتي او بيحس بتقدير فعلا كبير جدا. الاجمل في الامر ان ابتدت كمان زوار مدينة العالمين يقفوا يتفرجوا على الولاد وهم واقفين قدام السكتش بتاعهم وقاعدين بيرسموا او اوريدي الشاسيه بتاع الرسم وقاعدين او الاعمال اليدويه، وابتدت بعض الناس تقول لهم احنا عايزين نقتني الحاجات بتاعتكم دي. الدور بتاعكم فعلا المره دي اكثر من رائع، وخصوصا بمشاركه كبيره قوي. احنا عندنا لغايه دلوقتي وزي ما كنا بنتكلم انا وحضرتك اكثر من 24 جامعه خلال الثلاث اسابيع بس اللي فاتوا، ده الاسبوع الثالث يعني، مشاركين معانا على الارض سواء بالاقامه معانا فعاليات مختلفه. كل اسبوع ست جامعات مختلفه بتيجي تقيم الاسبوع كامل في فعاليات رياضيه وثقافيه وفنيه وايضا موسيقيه. الجديد كمان الاسبوع ده يمكن واللي احنا مستمتعين بيه قوي ان كمان النشاط الترفيهي مهم، فبالتالي ولادنا على الشط بقى بعد ما يخلص لعب الكوره بتاعه او الرسم بتاعه او المشاركه في اي انشطه اخرى بقى بيجي يقعد على الشط او بينزل ميه، لا طب ما تيجي نلعب كمان العاب ترفيهيه واحنا قاعدين. بقوا الولاد مستمتعين بكل لحظه قاعدين فيها. امبارح كان في لقاء لمعالي الوزير موسع مع طلاب الجامعات في القاهره، سافرنا بسرعه وجينا عشان نبتدي نشوف، لقينا ان في اكتر من 1000 طالب كانوا موجودين امبارح في جامعه القاهره كلهم عايزين يجوا يشاركونا الاسبوع ده. احنا بنوعدهم ان احنا موجودين معانا كل الجامعات باذن الله بانتهاء فعالياتنا كلها في العالمين، واللي طلابنا مش عايزينها تنتهي ان شاء الله. جامعات مصر كلها حكوميه اهليه تكنولوجيه خاصه ودوليه هيكونوا مشاركين معانا باذن الله. هتخليني اسالك يا دكتور كريم على جامعات بحري، جامعات الصعيد، مكانها ايه في العالمين وفي الانشطه الطلابيه اللي موجوده في مهرجان العالمين الجديده؟ طلاب جامعات العريش، نتكلم على الصعيد بكل دمنهور، كل الجامعات سواء في بحري او الصعيد. احنا عارفين ان القاهره اكيد موجوده. حضرتك لمست حته حلوه قوي يا استاذ هيثم. احنا عندنا يمكن ولاول مره استراتيجيه لوزاره التعليم العالي بكل الافرع بتاعتها اللي منها فرع الانشطه الطلابيه. قسمت مصر لسبع اقاليم جغرافيه سواء اقليم وسط الدلتا، شمال مصر، جنوب مصر، العريش، القناه، فبالتالي بقى في عندنا دلوقتي مشاركه من كل الجامعات دي. وعلى سبيل المثال احنا معانا النهارده على الارض بالفعل في العالمين مشاركه من وفد الاقصر، الاسبوع اللي فات كان معانا وفد من جامعه العريش، كان معانا كمان معانا الاسبوع ده المنصوره، اسكندريه كانت موجوده امبارح، مطروح موجوده اول امبارح وموجوده بكره، في عندنا ايضا العالمين نفسها الجامعه الاهليه موجوده معانا، الجامعات كمان الخاصه جامعه فاروس موجوده معانا بكره. مش كده وبس، كمان خليني اقول لحضرتك ان الجامعات دلوقتي الدوليه ايضا بقت بتتسابق باولادها انها تكون موجوده ضمن الحدث معانا، مش بس لحضور الفعاليات اللي هي في الويك اند او اللي هي الخميس والجمعه والسبت، لا احنا عايزين نكون موجودين طول الاسبوع. مشكورين الشركه المنظمه الشركه المتحده سمحت بان كل ايام الاسبوع تبقى مفتوحه للولاد سواء على الممشى على الشط، زياره المدينه التراثيه، زياره المسرح الروماني. اسمح لي معليك ان بكره في حاجه كمان حلوه قوي انا عايز اشكر عليها هذا التنظيم لاكثر من رائع، لان المبدع داخل الجامعه المصريه لو انا ما اديتلوش الفرصه انه يطلع هذا الابداع يبقى انا كده ما وصلتوش للهدف النهائي. صحيح. جامعه الزقازيق والكورال بتاعها موجود معانا الاسبوع ده داخل مدينه العالمين، وكل جامعه ليها كورال زي ما كلمنا الاسبوع اللي فات. لا قصه الكورال دي محتاجه كلام اكتر، فهستاذنك ان احنا نطلع فاصل وبعد الفاصل نعرف ونسمع تفاصيل اكتر عن الكورال في الجامعات المختلفه وهيعملوا ايه في المهرجان. وكمان عايز اعرف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي فضلت قد ايه تستعد للمهرجان ده بكل تفاصيله، مده زمنيه قد ايه، شهر اتنين تلاته، ولا الموضوع جه بسرعه فخلصوه بسرعه؟ أقول لكم على سر، أنا لسه عندي حوالي 192 سؤال عايز أسألهم للدكتور كريم همام، وفي نفس الوقت الوقت اللي فاضل معايا ضيق جدا، فأنا هستغل مهاراته في هذا الأمر وهشوف هيجاوب على أكبر قدر من الأسئلة إزاي وفي قد إيه. دكتور كريم أهلا بيك مرة تانية. أهلا. وأول سؤال، استعديتوا للمهرجان قبل بداية المهرجان بقد إيه؟ كنا قاعدين يا فندم طبقا الخطة بتاعتنا أكتر من 6 شهور و3 شهور تنفيذ بالفعل، وإن احنا بنحط على أرض الواقع وزيارات ميدانية وتنسيق مع الجامعات. وده كان مش بس كده، ده كلام مكتوب وكلام كمان متخطط له
بخطة دقيقة شاملة كل الزيارات بتاعت الولاد وكل الأنشطة بتاعتهم. فيما يخص الكورال ومنافسات الكورال، الجامعات إيه اللي بتتنافس في الكورال، وإيه هي أقوى الجامعات في الإطار ده وفي المضمار ده تحديدا؟ كل جامعة موجودة في مصر عندها كورال وفريق موسيقي رائع، فبالتالي كل الجامعات مشاركة معنا كل أسبوع بكورال، وأخيرا وآخر أسبوع هنختار أحسن الفرق الموسيقية في الجامعات اللي هيطلعوا على المسرح الروماني هنا بمدينة العالمين يقدموا العروض بتاعتهم الجميلة إن شاء الله. أنا عارف إن في أفكار كتيرة جديدة بدأت دلوقتي يعني تتبلور عشان نعم تبقى موجودة في مهرجان السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله. قول لي على حاجة كده يعني كبداية عشان تبدأ من عندنا هنا الفكرة. والله يا فندم هي أول فكرة، وده طلب كل شباب مصري، مش عايزينها تبقى بس 40 يوم ولا أكتر ولا شهرين، احنا عايزينها سنة كاملة تبقى العالمين، سنة كاملة العالمين تبقى مصر كلها. عايزين يخلوا مش ده بس اللي موجود هنا، عايزين ينتقلوا كمان للصعيد، عايزين يعملوا ده في كل حتة. انت اديتوا دافع وطاقة للشباب، أرجو ان انتوا تستمروا في ده. الدولة بصراحة بتعمل شغل أكتر من رائع في تنمية مستدامة هنا على الأرض بمساعدة شبابها. هل في جامعة معينة عملت فكرة مميزة مختلفة؟ نعم نعم يعني نعم حضراتكم شفتوها وقلتوا يا ريت لو يعني تكون موجودة وتعمم على بقية الجامعات؟ الجامعة المصرية اليابانية دي جامعة حكومية بالمناسبة موجودة في برج العرب بولادها الجمال، عملوا فكرة أكثر من رائعة، جابوا أعضاء التدريس والهيئة المعاونة مع طلابهم في زيارة للمكان هنا اهو، واليوم كان أكثر من رائع، أديت تلاحم، فتح ابواب جديده وافكار جديده للشباب، النمزجه والقياده الاثنين موجودين مع بعض على الارض بيلعبوا مع بعض بيتكلموا مع بعض، قربت الشباب من الطلبه بتاعتهم اكتر بكتير، وده ان شاء الله بقيه الجامعات هتلاقيهم ماشيين في نفس الخط باذن الله. انا عارف كمان ان الانشطه الطلابيه لجامعات مصر هتنتقل خارج الحدود قريب كمان، وهتعمل فعاليات ومنافسات وانشطه كبيره جدا خارج الحدود. كلمني عن القصه دي. اتحاد الجامعات العربيه وبالاشتراك مع وزاره التعليم العالي دكتور ايمن عاشور بصراحه معالي الوزير دينا الفرصة والإتاحة الكاملة إن أولادنا يشاركوا مش بس داخل مصر، موجودين خارج مصر. عندنا إن شاء الله في بداية شهر 9 ده ما بين طلابنا هنا في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وفي فاعلية بتتكلم على التنمية المستدامة بتتكلم على الاي اي موجودة إن شاء الله في الأردن برعاية مصرية بإذنك يا رب أول شهر 9. دكتور كريم في السؤال الأصعب بقى في أقل من 30 ثانية، رسالة لكل طالب مصري في أي جامعة مصرية في أي محافظة في مصر نفسه يكون موجود هنا، سواء في هذا العام في مهرجان هذا العام وفي الدورة دي أو السنة الجاية إن شاء الله. احنا في انتظاره ويخليه دايما عنده الأمل والهدف دايما إن بكرة جاية أفضل. أهم حاجة يبتدي الخطوة الأولانية بتاعته وهيلاقينا دافعين كتف بكتف إن احنا نوصله للي هو عايزه. أنا كان رهاني على الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، رهان في محله لما قلت أنه هو يجاوب على كل الأسئلة بقوة وباختصار وبكل التفاصيل في نفس الوقت. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور كريم، يعني شرفتنا ونورتنا وعلى العهد دائما بيك، وزي ما عودتنا كل التفاصيل وكل المعلومات في أقصر وقت ممكن وبكل دقة كمان. أشكرك يا سامي، أشكركم جميعا. شكرا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك، وكل الشكر للسادة المشاهدين المتابعين اللي بيشوفونا دلوقتي وبيتابعونا من خلال برنامج المهرجان، وزي ما عودنا حضراتكم وزي ما بنوعدكم دايما ان انتوا هتكونوا موجودين في كل تفصيله صغيره في تفاصيل مهرجان العالمين الجديده، هتتعرفوا على كل الانشطه كل الفعاليات حتى الاجواء حتى الجو الحلو والمظاهر الخلابه الرائعه، بقدر الامكان هنحاول نعيش حضراتكم فيها قدر استطاعتنا. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ومستنيينكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد تكونوا معنا. شكرا.